إذن مشاهدينا، ينضم معنا من عمان أحمد عزام محلل أسواق في مجموعة إيكوتي. مرحبا بك سيد أحمد معنا في هذه الجولة. أبدأ معك من النتائج الأخيرة لمحضر الفيدرالي في الأسبوع الفائت والذي شهد تثبيت للفائدة. كيف تقرأ خطوة الفيدرالي، وهل بالإمكان القول بأن الإجراءات الأخيرة من البنوك المركزية تنجح في محاربة التضخم فعلا؟ مساء الخير هاجر، كل الاستضافة. نعم، اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي أشار الفيدرالي بأنه لن يكون هناك رفع أسعار الفائدة، تخفيض أسعار الفائدة قادم في الفترة القادمة بناء على المعطيات الاقتصادية، بناء على الأرقام الاقتصادية. عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية، التضخم عند 3.5% تقريبا، هي أرقام قد سجلت بعض الارتفاعات في الشهرين الماضيين، أرقام أعلى من توقعات الفيدرالي الأمريكي، مما أشار بعض أو مما أثار بعض المخاوف بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يتم تأجيله في الفترة القادمة إلى شهر 9 شهر سبتمبر القادم. عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية الأخرى، النمو الاقتصادي تسجيل بعض الانخفاضات، 1.6% بالنسبة للنمو الاقتصادي الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضات متتالية من 4.9%، يعطي بعض المخاوف بأن النمو الاقتصادي يستمر بالتراجعات، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل بجميع الاقتصادات العالمية الأخرى. تلك المخاوف قد تعطي إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، خاصة مع أرقام الوظائف الأمريكية. عندما ننظر إلى الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، إشارات بأن أسواق العمل أعطت أقل من 200 ألف وظيفة، البطالة سجلت بعض الارتفاعات 3.9%. ننظر إلى أرقام أسواق العمل لأنها تعطي إشارات للنمو الاقتصادي، عندما ترتفع البطالة قد تشير بعض الشيء إلى إمكانية انخفاضات التضخم، هي إشارات قد تكون جيدة بعض الشيء بالنسبة لدورة التجديد السياسة النقدية لكنها سيئة اقتصادية، مما قد يدفع الأسواق، قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لإمكانية تخفيض أسعار الفائدة. هناك بعض الاختلاف حاليا بين ما تتوقعه الأسواق وبين ما يعتقده الفيدرالي الأمريكي. الأسواق حاليا تعتقد بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يصل إلى 45 نقطة أساس. كنا بداية العام نعتقد أو الأسواق تعتقد تحديدا بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يصل إلى 120 نقطة أساس. التراجعات جراء أرقام التضخم، جراء أرقام النمو الاقتصادي، جراء أرقام الوظائف الأمريكية. بالتالي الفيدرالي الأمريكي سيعتمد بشكل كامل على الأرقام القادمة، لأنه بكل تأكيد الفيدرالي الأمريكي وقراراته هي عبارة عن رد فعل للأرقام الاقتصادية، ليست استباقية. فبالتالي على ما أعتقد أن تلك الإشارات أو دورة التجديد السياسة النقدية الماضية هي تعطي بعض الشيء، تعطي إشارات بأنها ناجحة بعض الشيء على التضخم، الاقتراب تحديدا في أوروبا 2.4% بالنسبة للتضخم تقترب جدا من مستهدف الاتحاد الأوروبي، في بريطانيا 3.5%، بعيدة قليلا لحتى الآن عن المستهدفات بالنسبة للتضخم. عندما ننظر إلى المعطيات بشكل عام، على ما أعتقد الانخفاض من الذروة 9.1% للفيدرالي الأمريكي، ما يقارب 9% بالنسبة لبريطانيا، ما يقارب 7% بالنسبة لأوروبا، لحتى الآن عند 3% تقريبا بالنسبة كمتوسط لأرقام التضخم، على ما أعتقد هي لحتى الآن ناجحة بالنسبة للبنوك المركزية. فبالتالي الدورة القادمة هي تسهيلية بعض الشيء، لن تكون تسهيلية كما كانت تجديدية في الفترة الماضية. قد يكون اتجاهات لتخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة جراء الأرقام الاقتصادية، فقد يتجه بنك أوروبا لتخفيض أسعار الفائدة في شهر 6، بنك بريطانيا التالي، ثم الفيدرالي في شهر سبتمبر على ما أعتقد. سيد أحمد، يعني أزمة الشحن في البحر الأحمر من الركود، وكذلك بأزمة الضربات الجيوسياسية التي حدثت بين إيران وإسرائيل وسط عدم اليقين الجيوسياسي، ما مدى إمكانية حدوث ركود عالمي برأيك؟ يمكن هاجر، على ما أعتقد التوترات الجيوسياسية وارتفاع حدتها تكون مؤثر بشكل كبير على أرقام التضخم، ارتفاعات أرقام التضخم بالتالي انعكاسها على النمو الاقتصادي بشكل سلبي. لحتى الآن لم نشهد دوافع كبيرة بالنسبة لأرقام التضخم بتسجيل ارتفاعات جراء، لم نشهد النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي الحالي والانخفاضات المتتالية في الاتحاد الأوروبي، في بريطانيا على سبيل المثال، لحتى الآن هي جراء الدورة التجديدية، دورة السياسة النقدية التجديدية. كما نعلم اقتصاديا، عندما تكون أرقام الفوائد مرتفعة تضغط بشكل سلبي على أرقام النمو الاقتصادي، وما يحصل حاليا هي دورة مكملة، دورة اقتصادية مكملة
لتجديد السياسة النقدية. فعلا أعتقد اندفاع النمو الاقتصادي بشكل سلبي هو جراء تجديد السياسة النقدية أكثر من التوترات الجيوسياسية. نعم بكل تأكيد التوترات الجيوسياسية لها دافع سلبي، لكن هي مكملة لدورة تجديد السياسة النقدية الماضية. الركود الاقتصادي لحتى الآن، الاقتصادات تنجو بأعجوبة لحتى الآن من الركود الاقتصادي. الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لم تدخل في مرحلة ركود في عام 2024 و2023، بينما بريطانيا حاليا في ركود تقني، أوروبا مرت في ركود تقني، اليابان كذلك. فالاقتصادات الكبرى تدخل في مرحلة الركود التقني، لكن الربع التالي قد يكون إشاراته أوضح للوقوف. هل هناك ركود مستدام، ركود طويل؟ وهو بكل تأكيد ما يخشى الاقتصادات. الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، القراءة الأخيرة في الربع الأخير كانت إشارات إيجابية، تخارج من الركود التقني، مما يعطي بعض التفاؤل بانفراجة للاقتصادات الأخرى أن لا يكون هناك ركود لمرحلة طويلة زمنيا. طيب أنتقل معك سيد أحمد إلى أزمة الديون السيادية. هناك قروض دولية على الدول ذات الاقتصادات الكبيرة وكذلك أيضا الاقتصادات الناشئة، من هي الجهات المسؤولة عن التمويل، وهل هناك معايير للاقتراض في أسواق الديون الخارجية؟ نعم، بالنسبة للمسؤول عن الاقتراض بكل تأكيد الدول الصديقة، الدول الشريكة تجاريا، المؤسسات المالية، البنوك التجارية. عندما ننظر إلى المعطيات بالنسبة لآلة الإقراض، بكل تأكيد الأصول التي يمتلكها الكيان الطالب الاقتراض، التدفقات المالية سواء كانت من الاستثمارات الخارجية، الاستثمارات الداخلية، القدرة على السداد، الاستقرار السياسي وما ينتج عنه. بكل تأكيد عندما ننظر إلى كل المعطيات هي قد تكون جاذبة إذا كانت دولة طالبة للقروض أو لا. عندما ننظر إلى الدول بكل تأكيد تعطي الدول الأخرى ناحية الاقتراض جراء هل الدولة الأخرى دولة شريكة اقتصاديا، هل يوجد منافع اقتصادية. المؤسسات المالية عندما ننظر لها بكل تأكيد القدرة على الوفاء. عندما ننظر إلى البنوك التجارية الفوائد هي الجاذبة لناحية الاقتراض هاجر. نعم، طيب في سياق متصل سيد أحمد، يعني مصادر أفادت بأن ديون دول الخليج العربي مجتمعة أصبحت تلامس لتريليون دولار أمريكي، في حين أن تلك الدول تتمتع بإيرادات نفطية تتزامن مع ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية. كيف تفسر ذلك؟ وهل الاقتراض برأيك هو ضرورة أم رفاه؟ قد تكون هي ضرورة ملحة حتى هاجر. بالنسبة للنظر إلى مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي بكل تأكيد عندما ننظر إلى حالة الاقتراض، هنا حالة الاقتراض لبناء الاستثمارات للتخلي على الاقتصاد المعتمد على النفط. فبكل تأكيد عندما ننظر لها فهي حاجة ملحة ناحية الاقتراض. بكل تأكيد 1 تريليون دولار يعتبر كبير جدا، خاصة بأن الناتج المحلي الإجمالي للدول التعاون الخليجي تعتبر جيد جدا بالنسبة مقارنة بالدول المحيطة، الدول الصديقة أيضا. فبالتالي هي قد تكون ضرورة ملحة تكملة الاستثمارات عندما ننظر لها، سواء كانت من ناحية دبي التي تنظر لنفسها حاليا مركزا للخدمات المالية واللوجستية والأعمال. بكل تأكيد يحتاجون قروض للوفاء بتلك الاستثمارات الخارجية والداخلية. فعندما ننظر لها على ما أعتقد هنا هاجر، هي قد تكون ديون كبيرة، لكن ديون قد تكون مغطية أيضا بالناتج المحلي الإجمالي. المخاطرة هنا أن يكون الناتج المحلي الإجمالي أو النمو الاقتصادي عندما ننظر له مقارنة مع الديون يعتبر أقل، لكن في حالة مجلس التعاون الخليجي على ما أعتقد لا تزال هناك إمكانية اتساع أكبر لأخذ قروض أكبر، وعلى ما أعتقد الاستثمارات والخطط القادمة هي قد تكون مبرر أساسي للمزيد من الاقتراض في الفترة القادمة. كما ذكرت هنا القروض للاستثمارات على ما أعتقد قد يكون هو جيد اقتصاديا. طيب برأيك سيد أحمد، هل تتأثر الدول في تصنيفاتها الائتمانية من قبل وكالة التصنيف العالمية في حال وجود ديون عالية؟ وهل سلامة خدمة الدين هو المؤشر الوحيد للمحافظة على التصنيف برأيك؟ هي الشركات التأمين أو مؤسسات التصنيف الائتماني هي ثلاثة: ستاندرد أند بوروز الأكبر وهي المعروفة أكبر، وعلى ما أعتقد هي قد تكون المؤثر الأكبر عندما يتم التصنيف الائتماني. هنا عندما ننظر إلى التصنيف الائتماني هي جدارة الائتمان بمعنى هل الدولة التي تطلب الدين قادرة على الإيفاء بالنسبة للدين، قادرة على الوصول لزمن الاستحقاق، قادرة على الوفاء بتلك الفوائد. لأنه بكل تأكيد عندما ننظر إلى المديونية هي مديونية
على طريق سندات. طريق سندات هي قد تحتاج أن يكون لديها تصنيف ائتماني مرتفع لكي يكون هناك طلب من المستثمرين على تلك السندات. عندما ننظر إلى تصنيف الائتماني على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية كانت تريبل أي، عندما تم تخفيضه إلى دبل أي أعطى إشارات بأن جدارة الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هناك مخاطر. المخاطر طبعا كانت نابعة جراء الكارثة الاقتصادية أو الكارثة في البنوك. سيليكون فالي على سبيل المثال كانت أكبر البنوك التي تم انهيارها، فبالتالي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية. الجدارة الائتمانية هنا مهمة جدا لأن قد تعطي طلب أكبر، عندما يكون الجدارة الائتمانية أعلى تعطي طلب أكبر من الدائنين لاشتراء تلك السندات، مما قد يعطي فوائد أعلى في الفترات القادمة. فبالتالي هي مرتبطة بشكل وثيق متتالي مع التصنيف الائتماني. لذلك الدول بكل تأكيد تتجه إلى إمكانية أو تحبذ إمكانية أن يكون التصنيف الائتماني وجدارة الائتمان مرتفعة جدا، لأنه بكل تأكيد يعطي طلب أعلى على العملة المحلية، طلب أعلى على السندات، بالتالي فوائد أعلى في الفترات القادمة. نعم. طيب، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعاتها للاقتصاد العالمي لعام 2024 و2025 على أي معطيات استندت برأيك ولماذا؟ على ما أعتقد هاجر هنا المعطيات التي استندوا عليها هي إمكانية تخفيض أسعار الفوائد في الفترة القادمة. عندما يتم تخفيض أسعار الفوائد بكل تأكيد قد يكون دافع أكبر هناك للاستثمارات، دافع أكبر لإمكانية الإنفاق بشكل أكبر، مما قد يعطي إمكانية عجلة أكبر أو مسير عجلة الاقتصاد بشكل أكبر في الفترات القادمة. فعلى ما أعتقد هو مجرد هيكلة، مجرد التوقع الهيكلي لإمكانية تخفيض أسعار الفوائد في الفترة القادمة. لكن حاليا النمو الاقتصادي عندما ننظر له الولايات المتحدة الأمريكية والصين في خارج السرب بالنسبة للاقتصادات الأخرى 1.9% بالنسبة للاقتصادات، بينما الاقتصادات الكبرى الأخرى تعاني من نمو اقتصادي سلبي، نمو اقتصادي مسطح في الفترات الماضية. كما ذكرت قبل قليل بريطانيا واجهت ربعين متتاليين من قراءات سلبية للنمو الاقتصادي، مما أعطى إشارات بأن الركود التقني في المملكة المتحدة البريطانية وارد لحتى الآن في الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال في آخر عام ونصف قراءات قريب الصفر وحتى قراءتين سلبيات، مما يعطي أن قراءات النمو الاقتصادي تعتبر سلبية جدا. لحتى الآن هاجر القراءات النمو الاقتصادي هي قراءات مخيفة. على ما أعتقد البناء على ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر اقتصادات بأنه النمو الاقتصادي عندهم لحتى الآن يعتبر إيجابي، فبالتالي لا يزال هناك بارقة أمل بالنسبة للنمو الاقتصادي من ناحية. من ناحية أخرى التوقع بتخفيض أسعار الفوائد سواء كانت بالدول الناشئة سواء كانت بالدول النامية أو بالاقتصادات الكبرى، مما قد يعطي إمكانية ارتفاع النمو الاقتصادي في الفترة القادمة. فبالتالي هي توقعات على تخفيض أسعار الفوائد في الفترة القادمة. نعم. طيب، أنتقل معك إلى أسواق الطاقة العالمية. كيف تقيم جهود الدول الكبرى للتوجه نحو الطاقة البديلة، وهل فعلا سنشهد انحسارة تدريجية لاستخدام النفط ومشتقاته مستقبلا؟ قد يكون هاجر يمكن سؤال صعب جدا انه نطلع على المستقبل ونتوقع عليها هل يمكن انحسار التعامل بالطاقة النفطية. على ما اعتقد قد يكون صعب بعض الشيء، يمكن هي كانت فكرة واردة قبل 10 سنوات، لحتى الآن لم يتم الاعتماد عليها بشكل كامل. على ما اعتقد الانحسار بشكل كامل صعب جدا، الانحسار التدريجي قد يكون وارد جدا. على ما اعتقد الاعتماد في كثير من الحالات على الطاقة الأحفورية، الوقود الأحفوري قد يكون هو المجال الأكبر في الفترة القادمة. عندما ننظر إلى طاقة السفن، طاقة الطيارات، قد يكون هناك صعب جدا الاعتماد على طاقة بديلة. عندما ننظر إلى الكثير من المنشآت التي تعتمد على الطاقة النفطية قد يكون صعب جدا أيضا إزالتها. نعم، بكل تأكيد التيارات الكهربائية قد يكون حل، الاعتماد على الطاقة الشمسية قد يكون حل أيضا، لكنها حل مكلف قد يكون بعض الشيء. فبالتالي الاعتمادات قد تعطي بعض الشيء انحسار، لكن قد لا يكون استغناء بشكل كامل هاجر. نعم. طيب، ختاما أتحدث معك عن المعدن الأصفر، برأيك هل سنشهد مزيدا من عمليات حيازة البنوك المركزية من المعدن الثمين، وكيف ترى مستقبل أسعاره؟ يمكن بداية العام لحتى الآن هاجر بالنسبة لتداولات الذهب
كانت تداولات إيجابية أعلى من 8% التي يعتبر هو المتوسط السنوي بالنسبة لتداولات الذهب. عندما ننظر إلى المعطيات التي دفعت أسعار الذهب لتسجيل ارتفاعات، هي واحدة منها بكل تأكيد حيازات البنوك المركزية على رأسها الصين. عندما ننظر إلى الصين، الولوج أو الدخول بالنسبة لحالة الاعتماد على الذهب كانت جراء المخاوف من انخفاض أسعار اليوان الصيني، جراء المخاوف من أزمة العقارات، فبالتالي هي المخاوف من أزمة اقتصادية، فبالتالي دفعت الصين استغناء عن السندات الولايات المتحدة الأمريكية وشراءات متتالية بالنسبة للذهب. عندما ننظر إلى المعطيات الأخرى أيضا، تسعير إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بشكل متتالي أو بشكل قوي، وصلت إمكانية تخفيض أسعار الفائدة إلى 5 مرات كانت تعتقدها الأسواق في فترة سابقة، حاليا تعتقد بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة لمرتين. عندما ننظر إلى التوترات الجيوسياسية والدخول الذهب للملاذ الآمن كان سبب بكل تأكيد، لكن هنا الأصوات أو حتى المعطيات المتواجدة باتت تخفض تدريجيا هنا هاجر. فلذلك على ما أعتقد قد يكون هناك شراءات واستحواذات بالنسبة للبنوك المركزية للذهب، لكن قد لا يكون هناك انفجارات سعرية أخرى وارتفاعات بالنسبة للذهب بشكل متتالي. الأول تايم هاي أو المستويات التاريخية التي تم تسجيلها عن مستويات 2430 بالنسبة للذهب، على ما أعتقد هي قد تكون مقاومة سعرية قوية جدا في الفترة القادمة. تخفيض الاحتمالات بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة قد يكون دافع لإمكانية تسجيل بعض التصحيحات بالنسبة للسلوك السعري للذهب في الفترة القادمة. قد أميل لأن نرى مستويات 2200 2150 ثم 2100 لأونصة الذهب قبيل تسجيل ارتفاعات، فيما لو رأينا استحواذات بشكل أكبر بالنسبة للبنوك المركزية في الفترة القادمة. نعم، محلل أسواق في مجموعة إيكوتي من عمان سيد أحمد عزام كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك.